عارف يا ابني الجزمه كل شويه تخلص لي علبه البسكوت. حرام عليك يا اخي. في يا ماما انا كنت هاخد كيس واحد بس، ايه المشكله؟ حرام عليك يا اخي. يا ست مش عاوز حاجه. ايه ده يا كلابولا حبيبي هياخد البسكوت؟ كل يا حبيب قلبي براحتك بألف هنا وشاف. ماشي مع السلامة. كده منك لله يا شيخ، هتاخد علبة الملابس اللي أنا جايبها للضيوف؟ في يا ماما دي تفاية واحدة كنت هاخدها، إيه المشكلة؟ مش فاهم. كده منك لله يا شيخ. خلاص يا ست مش عاوز حاجة. إيه ده يا كلابولا حبيبي ياخد الملابس؟ خد يا كلابولا يا حبيب قلبي كل اللي أنت عايزه بألف هنا وشاف. حد كده يا شيخه حرام عليك. ما تنامش على الكنبه تاني، مش قلت لك 100 مره ما تنامش على الكنبه؟ ماشي. لو نمت على الكنبه تاني هموتك. ايه ده؟ نمت تاني على الكنبه؟ طب وربنا يوريك. طيب والله يوريك. قلت لك 100 مره ما تنامش على الكنبه دي، جاي تنام تاني ليه؟ ليه يا اخي ليه؟ قوم قوم. 100 مره اقول لك. امال ده مين؟ طالما انا هنا يبقى هو اللي هنا. مبروك عليك انت يا حاجة. انا اللي نايم هنا يا حاجة. لو النبي ما تعصب نفسك يا حاجة. بص انا هروح اقعد عند امي كده يجي شهر ولا حاجة وهجي. يا ماما. نعم يا زيف. هاتيلي فوطة من عندك عشان لسه واخد دش. لا انا مش هجيب لك حاجة، اطلع اجيبها لنفسي. ماشي يا ماما، انا هطلع مبلول كده بقى واخلي الهدوم غرقان. يلا. عيل مقرف. ماما. نعم يا كلابولا يا حبيب. هات الفوطه. عينيا يا حبيبي. خد يا حبيبي الفوطه اهي. شكرا ماما. ماما. نعم يا حبيب امي. هات البنطلون. حاضر يا حبيبي. هو يا ست انا مش ابنك برضه زي زيه؟ اه مش ابني. ويلا اطلع بره بيتي يا معفن. ماما ماما. في ايه يا انا؟ الحليمي في عفريت في الشقه. عفريت ايه؟ هو انت جننت؟ اه والله شفت عفريت. بقى في راجل زيك كده يخاف؟ لا عفريت بس انا بروح اشوفيه. طب انا هقوم اشوف نفسي كده عشان اوريك ان امك اشجع منك. وسع على بابا جه اي حد ادوس عليه.